كانت بلغراد عاصمة الاتحاد اليوغوسلافي منذ تأسيسه في عام 1918 حتى حلها في عام 2006. أما اليوم فهي العاصمة وأكبر مدينة في صربيا مع بلوغ عدد سكانها أكثر من 1 مليون نسمة. يعني اسم بلغراد مدينة بيضاء. تقع مدينة بلغراد عند ملتقى نهري الدانوب وسافا، حيث يلتقي السهل البانوني لأوروبا الوسطى بشبه جزيرة البلقان. وفي عام 520 للميلاد استوطن السلافيون بلغراد بشكل دائم، ثم حكمتها عدة ممالك عبر مرور الزمن، بدءا من الإمبراطورية البيزنطية وإمبراطورية الفرنجة والإمبراطورية البلغارية ومملكة المجر. ونتيجة لموقعها الاستراتيجي فقد وقعت حروب كثيرة للسيطرة عليها وسويت إلى الأرض عدة مرات. عندما تأتي إلى بلغراد يمكنك الربط بين الخبرة التاريخية وتجربة الثقافة الصربية، وهناك أيضا علامة جديدة فارقة وجذابة. أعتقد أن هذا مزيج فريد من نوعه في أوروبا. تقع القصور القديمة والجديدة في وسط مدينة بلغراد، وتحيط بها حديقة بيونيريسكي، ويقع مقابلها مبنى الجمعية الوطنية، وقد بوشر ببناء المدينة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويستخدم المبنى القديم اليوم كبرلمان لمدينة بلغراد، في حين تم تحويل المبنى الأحدث إلى القصر الرئاسي. ويعد مبنى الجمعية الوطنية أحد أشهر المواقع التاريخية ومكانا سياحيا جذابا، حيث كان في الماضي مقرا لبرلمان يوغوسلافيا السابقة. نولي اهتماما بالغا بالبنية التحتية والنقل العام، وكذلك للمشاريع العقارية الجديدة، وقد أصبحنا مركز المنطقة، وسنحصل على الفائدة الاقتصادية منها، ونريد أن نكون على نفس المستوى مع المدن الرئيسية الأخرى في أوروبا والعالم بأسره.